Hello everybody, peace be upon you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر محمد طلحة. إن شاء الله النهاردة هنكمل episode 3، الحلقة الثالثة من الكورس بتاعنا التأسيسي واللي ابتديناه بالألفابيت الحروف واللي بنتعلم فيه how to write and pronounce the letters، إزاي بننطق ونكتب الحروف دي. طبعا إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن two letters، حرفين اثنين وهم حرف ال D وحرف ال E. again حرف ال D حرف ال E. وشكل ما تعودنا من أول حلقة إن إحنا في كل حرف بنعرف صوته sound بتاعه and its name والاسم بتاعه. تعالوا نبدأ النهاردة إن شاء الله بالحرف الأول بتاعنا وهو حرف ال D. so the name of the letter، اسم الحرف هنا هو D but the sound is D D D. again the letter is D، الحرف اسمه D but the sound is D D D. وهنا صوت الدا دا 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 voiced sound. يعني ايه voiced sound؟ يعني لو انا بقول دا 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 هلاقي الفوكال كوردز بتاعتي يعني الاحبال الصوتيه بتاعتي لازم تهتز عشان اصدر هذا الصوت، فعشان كده بقول عليه voiced sound. يبقى the letter is D but the sound is دا دا دا. like duck duck. like dog dog dog. تعال بقى نشوف how to write this letter on the lines، ازاي هكتب الحرف ده على السطور. شكل ما تعودنا من الحلقة الاولى ان احنا بنتعود على كتابة الحرف على اربع سطور وثلاث سطور وسطرين وكمان سطر واحد. تعال نشوف الاول ال upper case D or el capital D. How to write the capital D or the uppercase D on these lines؟ على السطور دي. لو انا عندي اربع سطور يبقى انا هقول لابني الكلام ده او انا هتعود على الكلام ده ان انا I must start، لازم ابتدي from the first line to the third line، a standing line to the third line. يبقى انا عملت خط واقف من اول السطر الاولاني لغايه السطر الثالث. لو انا مش عايز اشيل القلم يبقى اذا هرجع تاني بالمنظر ده وبعدين اعمل كيرف لاين، خط منحني من اول السطر الاولاني لغايه السطر الثالث بالمنظر ده. اتس دي كابيتال دي كابيتال. تعال نشوف مره ثانيه. سو اي ستارت فروم ذا فيرست لاين، من السطر الاولاني to the third line, a standing line like that. بعمل خط واقف بالمنظر ده. وبعدين قال لي I'll start from the first lines and make a curved line to the third line. So it's D capital. D capital. طيب يا مستر لو هم ثلاث سطور قال لي خلاص يبقى هو شال السطر الرابع. يبقى I'll start from the first line، من السطر الاولاني to the third line like that, standing line like that. Then I'll start from here and make a curved line to the third line. بعمل خط منحني لغايه السطر الثالث. Again from the first line to the third line. واقول لابني كده لازم المس السطر الاولاني لغايه السطر الثالث، ما انزلش تحت. وبعدين الكيرفد لاين لازم برضو يكون من السطر الاولاني للسطر الثالث، اوعى تنزل تحت. غلط، لازم يكون من الاولاني للثالث. طب لو هما سطرين قال لي لو سطرين يبقى انا هبدا من فوق السطرين، لازم من فوق السطرين. اقول لابني كده لان ابني ممكن يبدا من هنا من السطر الاولاني، هقول له لا. ممكن يبدا من السطر التحتاني، اقول له لا. ممكن يبدا من هنا وينزل لغايه هنا بس، اقول له لا خطا. لازم ابدا من فوق السطرين وانزل لغايه السطر الثاني بالمنظر ده، ستاندنج لاين بالمنظر ده. وبعدين هبدا من فوق واعمل كيرف لاين لغايه تحت بالمنظر ده. طيب again تعال نشوف، هبدأ من فوق السطرين وانزل لغايه السطر التحتاني the second line. وبعدين هبدأ تاني from the top وبعدين اعمل curved line لغايه السطر التحتاني تاني. ده D capital D capital. طيب لو هو سطر واحد قلنا كل الكابيتال letters ما ينفعش تنزل تحت السطر ابدا، لازم تكون فوق السطر ده. فبالتالي هاجي من فوق واعمل standing line على السطر الاولاني او السطر ده sorry، وبعدين اعمل كيرفد لاين لغايه نفس السطر بالمنظر ده اهو. من فوق هنزل وبعدين اعمل كيرفد لاين لغايه برضه نفس السطر. اتس دي كابيتال.
دي كابيتال. So what about دي سمول؟ طب الدي سمول؟ قال لي الدي سمول شكل البي ولكن اتجاهها مختلف، وده كتبناه قبل كده. طيب هكتبه انا ازاي او اعلمه لطفل ازاي او انا اتعلمه ازاي؟ قال لي لو عندي اربع سطور هبدا من فوق من السطر الاولاني برضه ستاندنج لاين لغايه السطر الثالث، وبعدين هنا الكيرفد لاين هيكون اتجاهه شمال مش يمين بالمنظر ده، وعود ابني اقول له دايما فيس تو فيس وشها دايما للايه؟ للدي كابيتال. طيب اجي هبدا من السطر الاولاني وانزل لغايه السطر الثالث، وبعدين الكيرفد لاين هيكون اتجاهه شمال بالمنظر ده، ولازم الكيرفد لاين يلمس السطر الثاني والثالث، لازم يلمس السطر الثاني والثالث. طيب تعال نشوف لو هما ثلاث سطور، ادي نفس الكلام هبدا فروم ذا فيرست لاين من السطر الاول وانزل لغايه السطر الثالث بالمنظر ده، وعند الكيرفد لاين لازم يلمس السطرين دول فيبقى بالمنظر ده بالمنظر ده كده. اتس دي سمول اجين هبدا من السطر الاول وانزل لغايه السطر الثالث بالمنظر ده، وبعدين اعمل الكيرفد لاين بين السطر الثاني والثالث بالمنظر ده اتس دي سمول. طب لو هم سطرين، لو هم سطرين هبدا اقول لابني من فوق السطرين من فوق السطرين، يعني اجي من فوق كده وانزل لغايه السطر التحتاني، وبعدين قال لي الكيرفد لاين لازم يكون بين السطرين ويلمس السطرين بالمنظر ده لايك سي. تعال هو تاني from the top to the second line then a curved line between the first line and the second line بالمنظر ده it's D small. طيب تعال لو هو سطر واحد هعمل ايه؟ قال D small برضو فوق السطر مش هتنزل تحته، هقول له هاجي من فوق وبعدين هعمل standing line وبعدين من نص ال standing line from the middle هعمل curved line to the left again from the top to the line then from the middle I'll make a curved line like that it's D small D small. So this letter is called D but the sound is da da da. The second letter today is A A A. So the letter is A but the sound is A A A. Again, the letter is A but the sound is A A A. وهنا لما اجي انطق حرف الاي في بدايه الكلمات قال لي بفتح بقى شويه، يعني ما اقولش ايه، يعني ما اخليش شفايفي متقاربه، لا لازم افتحها شويه أ أ أ not E E no أ أ أ like egg egg like elephant 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 يعني ما اقولش elephant ما اقولش egg no it's egg egg an elephant elephant elephant. So the letter is E but the sound is a a a. طيب تعال نشوف how to write the letter E on these lines. ازاي هكتب حرف ال E على السطور دي؟ قال لي لما اجي اكتب حرف ال E على السطور لو هم اربع سطور قال لي I'll start from the first line to the third line then make a sleeping line on the first one then a sleeping line on the second then a sleeping line on the third like that again from the top to the bottom like that to the third line then a sleeping line here and a sleeping line here and a sleeping line here so I make three sleeping lines. طب لو هما ثلاث سطور قال لي the same idea نفس الفكر هبدا from the first line to the third line وبعدين here then here then here. طيب انا ممكن اسهل على
الطلبة عندي، يعني يبقى الموضوع بالنسبة لهم بسيط شوية، ودي طريقة أخرى للكتابة. يعني ممكن ناس تعمل كده، تمشي على السطر وبعدين تنزل لغاية الثيرد لاين وبعدين تروح تاني عشان بقدر الإمكان ما اشيلش القلم، وبعدين هنا بس اللي هعمل السليبنج لاين ده. طيب لو هما سطرين هقول لابني ان انا هاجي من فوق السطرين واعمل الستاندنج لاين، then three sleeping lines like that from the top and from the middle and from the bottom. Again, standing line like that, and then sleeping line at the top and the middle at the bottom like that. طب لو هو سطر واحد قال لي نفس الفكرة، لازم يكون فوق السطر. Standing line, sleeping line here, sleeping line here, and a sleeping line here. Again, standing line. اوعى تنزل تحت السطر. وبعدين sleeping line here, sleeping line here, and sleeping line here. This is called A capital or uppercase E. Uppercase E. So what about that lowercase e? حرف ال e small أو lowercase e بكتبه إزاي؟ أنا الموضوع بسيط جدا. أنا لما أجي أكتب حرف ال e small لازم أعود ابني، لو أنا بكتب على الأربع سطور يبقى إذا هو ما بين السطرين اللي في النص. طب هكتبه إزاي؟ قال لي الموضوع بسيط جدا. قال لي هبدأ من ما بين السطرين وبعدين أمشي يمين بالمنظر ده، امشي في اتجاه اليمين من الشمال لليمين، وبعدين قال لي بلف في شكل حرف السي بالمنظر ده. Again هقول له هبدا من ما بين السطرين اللي في النص، so I'll go to the right، بعدين I'll make like C بالمنظر ده. It's E small. E small. E small. طيب لو هما ثلاث سطور قال لي برضه ما بين السطرين اللي هنا. ازاي؟ اهو هاجي ما بين السطرين في النص امشي يمين وبعدين اعمل شكل السي. ولازم تكون لمسه السطرين. اهو هاجي من ما بين السطرين امشي وبعدين لايك سي. طيب سطرين هي نفس الفكره. اهو من ما بين السطرين همشي يمين وبعدين الف شكل السي. اهو امشي يمين وبعدين الف شكل بالظبط السي، وقلت لازم تلمس السطرين. طيب الاي سمول هو سطر واحد لازم تبقى برضه فوق السطر، ما تنزلش تحته. ازاي؟ اهوت بمشي وبعدين الف، امشي وبعدين الف بالمنظر ده. وده طبعا كانت الطريقه لكتابه حرف الدي وحرف الاي on the lines. Thank you very much for watching. اتمنى تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده. انتظرونا ان شاء الله في الحلقه اللي جايه مع حرف الاف وحرف الجي. ذاكر كويس، ولو فاتك الحلقات اللي فاتت اتفرج عليها ان شاء الله، وابتدي الكورس معانا ان شاء الله من الاول لانك هتستفيد كتير. Don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell عشان يوصلك كل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.